رمضان كريم من الأردنية للطيران. رمضان كريم من سانديز للسياحة والسفر. رمضان كريم من شركة النقليات السياحية الأردنية جيت. رمضان كريم من سوفونير أند مور. رمضان كريم من مجموعة أيوب استيتية وإخوانه. رمضان كريم من سحر بيوتي سنتر. رمضان كريم من سبيريت فاشن. رمضان كريم من سكيب كافيه جوردن. مساء الخير عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، من وين ما كنتوا عم بتتابعونا ومن وين ما كنتوا عم بتشاهدونا. اليوم بنطل عليكم بختام حلقتنا أو حلقاتنا جميعا ببرنامجكم الرمضاني على الفطور. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف ألف خير. اليوم حلقتنا راح تكون جدا مميزة، اليوم يعني غير باقي كل الحلقات، راح يكون فينا مجموعة مفاجآت كتير حلوة، مجموعة تقارير مميزة، وضيوف حلقتنا لليوم مميزين شكل غير شكل، رح تكون مفاجأة لكم جميعا. إذا مكملين معكم حلقتنا لليوم، حلقة الختام من برنامجكم على الفطور يلي تابعتوها طيلة أيام شهر رمضان على شاشتكم الحبيبة A1 TV. لهيك حابين هيك اليوم تكون حلقتنا كتير أكتف، حابين هيك تكون إشي كتير مميز لكم بأجواء العيد، بفرحة العيد، بفرحتكم، بتواجدكم معنا. رح نستذكر كل شيء صار معنا طيلة أيام الشهر. إذا أعزائي المشاهدين مكملين معكم من هون على مدار ساعة، وفي البداية هيك حابب أحكي عن موضوع كتير مهم شاغل كل الشارع العربي بل العالم أجمع، عن موضوع كأس العالم اللي عم بيزورنا كل 4 سنوات، ويلي كتير من شبابنا الأردني سواء صبايا أو شباب مهتمين بهذا الموضوع. غدا الخميس بتبدأ كأس العالم، فعاليات كأس العالم في روسيا، والجميع راح يترقب مفاجآت هاي الدورة. بعض المنتخبات وصلت بالفعل لروسيا بعد تدريباتها الكبيرة والتحضيرية، وأكيد راح يكون معنا تقرير هلا راح نطلع فيه، لكن بنوجه تحية كتير كبيرة للمنتخب السعودي اللي راح يواجه المنتخب الروسي في أول مبارياته، بالإضافة إلى المنتخب المصري اللي راح يواجه منتخب الأوروغواي. لهيك راح نطلع بهذا التقرير كلنا سوا نشوف شو اللي عم بيصير معهم ونرجع لكم من جديد. رجعنا لكم من جديد، وأكيد كل التوفيق لمنتخباتنا العربية المشاركة في كأس العالم المصري والسعودية تونس والمغرب، بنتمنى لكم التوفيق. وهلا بدي استضيف هيك اليوم حلقتنا قلنا لكم غريبة عجيبة، فرح نستضيف فيها اليوم ضيفين، لأول مرة نستضيف فيها ضيفين وهم عزيزين على قلبي، رافقونا طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ولأول مرة حجتمع في واحد فيهم. فمنحكي كل عام وانتم بخير، وكلنا سوا بنرحب بصديقي وحبيبي والزميلة العزيزة يارا ورجا. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا معنا شباب. تفضلي. كيف الحال؟ أهلا، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. شو الأخبار؟ مساء الخير. كيفك يارا؟ مساء الورد. كيفكم؟ كيفك؟ زين. أخيرا التقينا بحلقة، وأخيرا نحن الثلاثة أخيرا
يعني شجعان الثلاثة. شجعان الثلاثة الفا بيت تجمع أو الفا بيت تجمع. زمان عنك محمد، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، كيفك أنت؟ أنا الحمد لله تمام. كيفك رجاء؟ ممتاز، يعني أول تجربة تلفزيونية مع أحلى زميلين، يعني مبسوطين كثير فيكم، وصراحة كانت تجربة جدا رائعة، يعني أكثر من رائعة صراحة، من دي جي لاستضافة لا أكون مقدم بالبرنامج على الفطور معكم. إحنا كتير كتير مبسوطين بتواجدك معنا، وما شاء الله عنك يعني أبدعت لي أيام الشهر يا كمان ما شاء الله عنك أبدعت. أنت المبدع، كنت متألقة صراحة. Thank you. وأنت كمان. فأخيراً اجتمعنا هيك لنا بحلقة. حلقة. رح نعيد سوا. نارية. أكيد. طبعاً. رح نعيد سوا. طبعاً. أكيد. وهيك أجواء عيد. رح نعيد إحنا ثلاثة مع بعض، ورح نعيد مع كمان A1 TV ومشاهدينا اللي تعودوا علينا طيلة شهر رمضان أكيد، ومنعيد عليهم ونحكي لهم إن شاء الله كل أيامهم عيد يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أنت كيف أخبارك؟ أنا كتير منيح. أزمة. أزمة. وشتاء. شتاء. الأسبوع الجاي ممكن تلج. وممكن تلج صح. إن شاء الله. يعني روسيا ممكن تيجي عنا عشان يحضر مباريات هيك أزواج مباريات وبصير عنا تلج خلاص صير هيك روسيا. بصير أبداً. مية مية بالمية. المباراة أنت ما مين بتشجع؟ أنا بصراحة غير رياضي غير متابع. لا. بالضبط. بس أكيد كل الدعم للفرق العربية المشاركة بكأس العالم. أكيد. يعني كل الدعم انتماء حيكون لهم. إن شاء الله. طبعاً كلنا مع مصر والسعودية والمغرب. أكيد. وشوفي أنا عندي تحيز لإسبانيا. مشان اكون صديقي. معك لا مشان هيك أكون كتير يعني مشان اكون صريح يعني ما اكذب ما بحب الكذب بس انه هيك عندي تحيز شوي مع 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 اسبانيا عندهم تكنيك لعب لذيذ حلو تستمتع وانت بتشوفي المباراه تبعت اسبانيا خلص شي يوم هيك نحضر اسبانيا مع بعض طبعا كلنا هيك أكيد مع بعض اكيد اكيد, أكيد طبعا ان شاء الله يا رب هالمره اسبانيا يا رب بتعرفي ان شاء الله سعوديه ومصر مصر. يعني بس احنا كل قلوبنا أكيد. مع المنتخبات العربيه بكاس العالم رجاء انا بدي اسالك سؤال انا من رواد مطعم شماسي طبعا وبوجه له تحيه كثير كبيره ثانك يو سؤالي انا بتابع بس بشرط رح تعرضوا المباريات بشماسي رح نعرض المباريات بشماسي وشماسي مقدم لنا فاوتشرز لكل مشاهدينا اللي دخلوا معنا على السحب وراح يدخل معنا على السحب بقيمه 30 دينار يجي يحضر مباريات كاس العالم بشماسي وانتم بتشرفونا وكل الكادر بشرفنا على شماسي يحضر مباريات كاس العالم اصدقاء هو باختصار شديد شماسي يعني انت بتروح هناك بتشم الهواء وبتغير جو وبتاكل اكل نظيف وسيرفيس ما راح احكي لكم عن الخدمه ابتداء من الفاليت من لحظه ما تصف سيارتك وتنزل لغايه ما انت تقعد وتيجي ترجع تطلع مره ثانيه كواليتي عالي خدمه عالي شيء كثير ممتاز واكيد يعني هذا كله بإدارتك وتواجدك يسعد قلبك يسعد قلبك يسعد قلبك ونشوفكم قريبا وطبعا من هلا طبعا طبعا من هلا طاولتكم قدام الشاشه بعدين رجاء لي سؤال هيك لك اليوم شو صاير معنا الصناديق فاتحه والاضواء ضاويه اليوم يعني الشباب عم تتحرك الشباب عم تتحرك اليوم راح تكون الحلقه الاخيره للبرنامج على الفطور للاسف يعني بدنا نطول معكم اكثر وننبسط ونربحكم جوائز بس اليوم الحلقه الاخيره طالعين بالحلقه الاخيره راح نستقبل معايداتكم او راح نستقبل معايداتكم راح نعيد احنا الثلاثه راح نستعرض اكثر من فقره مع بعض على كل مشاهدينا نشوف شو صار معنا بال30 يوم القبل وان شاء الله مشاهدين بيستمتعوا معنا بال ان شاء الله البدايه انا بدي احب اشكر شو رايكم نبلش هيك نشكر الناس طبعا. اللي وقفت معنا ودعمتنا في مسيره أكيد. برنامجنا طيله ايام شهر رمضان والشركات الراعيه والداعمه انا لهيك حابب احكي وابدا بالشركه الاردنيه للطيران اول شركه طيران خاصه بالشرق الاوسط يلي كانت معنا طول شهر رمضان المبارك يلي قدمت لنا تذاكر سفر لكافة الوجهات المتعددة لإلها بنوجه لها كتير تحية كبيرة وأكيد بنحكي لهم ألف ألف مبروك لاندمام طائرة بوينغ 777 لأسطول الطائرات الخاص فيهم وأكيد هلأ لهيك حابين نطلع بهذا التقرير لحتى نشوف ونعرف أكثر عن الأردن للطيران نطلع بهالتقرير ونرجع لكم من جديد Jack it up.
I'm very proud to have flown your first 777 to Egypt. I'm always a fan of the 777, and I'm glad that you guys are having one as well. Enjoy it. Enjoy. ألف مبروك للأردنية للطيران انضمام طائرة بوينغ 777. صراحة طائرة بوينغ 777 من أحدث الطائرات الموجودة بالعالم. منبارك للأردنية للطيران انضمامها لأسطول انضمام بوينغ 777 لأسطولها الكبير. ألف مبروك. أكيد والأردنية للطيران يعني لا غنى عن خدماتها والسيرفيس اللي عم بتقدمها. يعني كل هدفها راحة المسافرين سواء على الأرض أو بالجو. حاب هيك أحكي شوية لمحة عن طائرة بوينغ 777 اللي انضمت من جديد لأسطول الأردنية للطيران. وهي بوينغ 777 هي طائرة ركاب نفاثة. هاي أنا صراحة كتير أنا يعني لفتت نظري هاي المعلومة. هي من أكبر هي أكبر طائرة ثنائية المحرك. يعني عم تشتغل على محركين وبتحمل ما بين 283 ل 368 راكب في ثلاث درجات تجارية. يعني هاي برضو شغلة كتير مميزة فيها. وبتعد هاي الطائرة من أول طائرات ركاب يلي تصميمها رقمي بالكامل. يعني احنا هيك عم نحكي عن نقل نوعية بالطائرات اللي انضمت للأردن للطيران. بدي أحكي لك كمان شغلة. أنا لأنه كتير بهتم بالطيران وكتير بتابع الطيران وأخبار الطيارات. طيارة 777 هي الطيارة الوحيدة اللي قطعت أطول مسافة بالعالم. صحيح. هاي أنا لأنه بحب كتير أشوف أقرأ عن الطيارات. 777 قطعت من لندن لأستراليا لسيدني نون ستوب بدون توقف. واو. وهي أول طيارة بتعملها بالعالم بأطول مسافة بتقطعها بدون توقف. مبروك للأردني للطيران. أكيد. هذا الإنجاز. يعني عن جد إن شاء الله يا رب الأردني للطيران من نجاح لنجاح إن شاء الله يا رب. وألف ألف مبروك. وإن شاء الله يا رب الركاب يروحوا ويرجعوا بالسلام. يعني مش بس الركاب كمان الكابتن والمضيفين. وكمان بدي أوجه التحية للمضيفين كل المضيفين والكباتن الموجودين بالأردنية للطيران. إن شاء الله يا رب يروحوا ويرجعوا بالسلامة. أكيد أكيد. بعدين إيش الميك اب الحلو هذا اللي عملتيه؟ ثانك يو. انت دائما تكوني منورة عنا. هلا دائما بكون منورة. اول شيء لانه انا على قناة A1 TV وبكون معكم. وثاني شيء لانه هاي لمسة سحر والستاف سحر. انا بدي اشكر صالون سحر عبد الله بيوتي سنتر الموجودة في الرابية. طبعا انا بنصح كل صبية اوكي يروحوا عن سحر حتى تكون ملكة عند بس سحر. بس صبايا طبعا. اكيد صبايا اكيد يعني. يعني الشباب بيوصلوا الصبايا على الباب وبيستنوا. ايوه هي مهمتها بنوصل بس مش تقعد ترن يلا يلا بس تقعد تستنى لسه بالفاونديشن بنكون تستنى بعدين. لا يعني يعني صراحه ما شاء الله عليكي. ثانك يو. وعن جد احنا بننصح كل الصبايا بعد ما شفنا يارا والميك اب هي حلوه بدون ميك اب وبميك اب. فبننصح كل الصبايا يروحوا على صحر. وانا كمان بنصح. يا احكي لنا شوي عن الاقسام الموجوده جوا سحر عبد الله بيوتي سنتر. هلا سحر عندها كل الاقسام موجوده اوكي. عم تعمل اشياء كمان جديده. عم تعمل حمام تركي. عم في عندها يعني اي يعني كل ما يعني الصبيه تلزم تروح على الصالون اوكي ما راح تحتار او هذا مش موجود وهذا مش موجود. الاقسام كل الاقسام عند سحر. الستاف عند سحر من صبايا كلياتهم انا بدي اشكرهم. الخدمه كيف عندهم؟ لسه بدي احكي لك انه الخدمه رائعه. ما بدي احكي اسماء عشان ما انسى اسم صبيه بس يعني من سحر والستاف كله بدي اشكرهم كثير لانه الخدمه كانت رائعه. الميك اب كان رائع. شعر رائع. بنصح كل صبيه فازت معنا او ما فازت تروح عند سحر عبد الله. عن جد روعه روعه. اكيد. واحنا من جهتنا بنوجه تحيه كثير كبيره لسحر عبد الله بيوتي سنتر اللي هم متواجدين بالرابيه في مجمع ابراج الرابيه بجانب يعني ما كان هم بضيع ابدا. اكيد اكيد, أكيد. 100%. وكمان بدنا نشكر جد. مين فينا ما سافر مع جد واحنا صغار واحنا كبار؟ راح على العقبه راح على سوريا راح على كثير مدن موجودة بالشرق الأوسط. شركة جت هي أعرق وأكبر شركة نقل بري موجودة بالوطن العربي. تأسست عام 1964. شركة جت صراحة الفخامة. تركب بالباص بتحس حالك كنا بالأردنية للطيران. بتخلص الأردنية للطيران بسفرتك بتروح على جت بتحس حالك قاعد بطيارة. من كراسي من سيرفيس تلفزيونات موجودة جوا مضيفين تلفزيونات موجودة جوا الباص. راحة في عندهم باصات طبعا أكثر من باص نقل
للسياح بكبير، بوسع 50 راكب، عندهم باص بوسع 15 راكب، باص بوسع 30 راكب، ونزلوا باص جديد. هاي يعني صراحة أنا أبهرت فيهم بهاي السيرفيس اللي منزلينها، إنهم منزلين باص بنقل 8 ركاب. الباص الفي اي بي. الباص الفي اي بي، يعني هلا احنا مثلا بدنا نطلع وما عندناش سيارة، سيارة بتوسع 5 واحنا صرنا 6 أو 7 بدنا نطلع رحلة، نحكي مع جت تبعت لنا باص بوسع 8 ركاب بخدنا من بيتنا لأي منطقة بدنا إياها وبرجعنا على باب البيت. وبرضو جت صراحة نازلين باص بتحس حالك بلندن، هلا بما إنه عمان شتاء بعز الصيف وبما إنه أزمة كتير، وباص جد بتحس حالك بلندن في هذا الباص المفتوح زي باص الباص الكشف. هذا بأخذكم برضو برحلة سياحية جوا عمان، وبورجيكم عمان البلد القديمة هي الداون تاون وسط البلد. صراحة جربت هاي التجربة فظيعة بالباص المكشوف، يعني روعة. وأنا عايش في عمان لكن فعلا من خلاله شفت عمان بشكل مختلف. طبعا شفت عمان بشكل كثير مختلف. انت ما بتسوق، انت قاعد وفي قايد عم بيقول لك مثلا، انت بتمر جنب بناية بوسط البلد ما بتعرف شو في هاي البناية، بس هو بيعطيك انه هاي كانت معلم، هاي كانت هون المخفر القديم، هون كانت ابصر شو، فتنبسط يعني تشوف عمان صحيح. بشكل صحيح. اخر وعمان بشكل اجمالي عمان بتجنن طبعا طبعا بتجنن عمان. طب كمان بدي اشكر سبيريت فاشن اللي قدم فاوتشر 30 دينار. هو سبيريت فاشن موجود في عبد اللي مول، هو كمان عنده للون بيسز، الصبايا راح ينبسطوا. يعني هلا الصبايا طبعا، وانتو كمان الشباب يعني، بس الصبايا هيك بتحب حالها انه تلبس وان بيسز انه ما حدا لابس زيها. فهي وين راح يلاقوها؟ عند سبيريت فاشن بعبد اللي مول. احنا بدنا نشكرهم طبعا على الفاوتشر اللي قدمنا اياه، وقطعه كثير حلوه ورائعه كلاس. اكيد هيك على عشان موضوع الالبسه وحكينا عن الشعر، فانا كمان حابب اشكر مجموعه لا فاميليا المتواجدين بمرج الحمام وصوفيه وطبربور، واكيد ملبوسات العملاق المتواجدين بطلع العالي بشارع ارامكس اللي قدموا لي طيله ايام شهر رمضان المبارك اللبس اللي كنت عم بطل عليكم فيه. واكيد ما بدي انسى صالون انس دياب، يعني كوافير المشاهير يلي كان عم بيساعدني لحتى اطلع بهالاطلاله الجميله معكم طيله ايام شهر رمضان المبارك. تحياتي لكم لفاميليا وجاينت سنتر اللي هم العملاق ملبوسات العملاق وانس ادياب. حابب احكي عن سان دايز للسياحه والسفر. انا بسافر معهم على العيد سان دايز. انا سمعت طالع معهم، انا والله ما شاء الله عنهم، يعني قدموا لنا اوفر كثير حلو سان دايز، وكنت حابب كثير اطلع معهم على العيد، بس لانه في عندي التزامات عمل فاجلناها لبعد العيد. لا انا مسافر معهم. سان دايز للسياحه والسفر رجاء شيء مش طبيعي. اول شيء قدموا لنا $100 كاش طيله ايام الشهر، صح، بالاضافه انه قدموا لنا باكج كامل متكامل لشرم الشيخ اسطنبول وطابا، وكان وجهاتها متعدده، الشارقه ومصر وبغداد والقاهره تحديدا بغداد وكييف. يس. وبالاضافه انه سان دايز تعتبر الوكيل الحصري للأردنيين لبيع تذاكر الأردنية للطيران، وغير هيك خدماتهم كتير متعددة، رحلات داخلية ورحلاتهم الخارجية، بالإضافة إنه أنت بتقدر تحجز على كافة خطوط الطيران حول العالم من خلالهم. صح. فهاي صراحة يعني سان دايز أنا بوجه لهم تحية كتير كبيرة، وبحكي لهم شكرا جزيلا لكم على هالكم الهائل من الجوائز اللي قدمتوا لنا إياها، وعلى الخدمات الرائعة اللي أنتوا عم بتقدموها لمشاهدينا وللمواطنين بشكل عام. فإذا سان دايز يعني كنتم رفقينا على مدار الحلقات السابقة، وأكيد لليوم ومكملين مع بعض اكيد في باقي برامجنا ان شاء الله. لهيك بحكي لهم شكرا كثير لكم. على سيره سان دايز، انا من اول ما فتت احجز التذكره عند سان دايز، شوف الاستقبال، صح، المعامله، بعدين لما بعطونا ورقه الحجز بعطونا فيها فول ديتيلز، يعني وين اي ساعه رحلتك، امتى بتوصل، بيجي بيستقبلك من المطار واحد فلاني بكون كاتب عليها اسمك، بوخدك توصل على الاوتيل الساعه الفلانيه، يعني شركة فظيعة. شكرا سان دايز لرعايتكم لبرنامج على الفطور. وبرضو هلا وقت عيد، وقت عزايم، وقت زيارات، احنا بنحب نشكر سوفونير اند مور الموجود بمرج الحمام. صح، سوفونير اند مور موجود بمرج الحمام على دوار الدلة. عنده اكسسوارات، عنده هدايا، عنده هدايا هلا للعيد كثير حلوين، عنده شغلات للعيد. اذا محتارين من وين تشتروا هدايا للعيد لما تروحوا تعيدوا على قرايبكم، ما لكم غير سوفونير اند مور مرج الحمام بدوار الدلة. متعة تسوق عندهم، بتفوت بتلاقي كثير شغلات، جيفت، هدايا، الاكسسوارز، ما بتحتار. يعني اذا انت رايح تزور حدا بدك تعيد، بدك تاخذ شيء، حتى موضوع الالعاب للكيدز عندهم اشياء، يعني بحر كثير كبير.
فانت فعليا بتكون فايت وحاط بجت معينه في بالك فبتضطر انك تشتري. صح، لانه عندهم شغلات كتير حلوه ومميزه وبتجبرك انك فعلا تشتري طبعاً. من عندهم طبعا اكيد بوجه لهم تحيه سوفينير اكيد أدمور. وشباب بدي اشكر انا هلا انا كثير مبسوطه ان انا قاعده انتوا واقفين يعني شعور حلو صح؟ اه حلو كثير. هاي خليكم واقفين حكم القوي على الضعيف. ايوه بس مشان تعرفوا ان قد ايه احنا بننظلم حتى هي راتبها اكثر من راتبنا. كمان بدي اشكر ايوب ستاتي على الديكور، طبعا كان كثير رائع والديكور هيك كثير حلو واهم شيء انه انا قاعده هذا اهم شيء. بس باي ذا واي بحب اقول لك انه الكراسي برا نقدر نقعد. لا ممنوع، المخرج حكى لنا ممنوع بس الشباب أنا قاعدة. الشباب على الواقف والصبي على القاعد. هلا بنستغل فرصه حتى المصورين أول كمان واقفين بنستغل فرصه اول ما تقومي يعني رجاء انت بتسحب الكرسي او هذا انا منزل تلزيق ما في. ايوه سامع شو بقول لك المخرج؟ انا مش سامع، هم سامعين انا مش سامع. ايش بقول لك المخرج؟ ايش بقول لك؟ ما سمعت صراحه. زي الايرباص هلا بالباص انت بتطلع مش بتلاقي بالباص على الواقف بقاعدها. طيب سو انا قاعده. احنا مش بالباص ما احب اقول بس احنا هون بالاستوديو. هلا الاستوديو طب قدام المشاهدين يعني. لا لا طبعا احنا ما بنقوم ولو خلص اوكي. رجاء رحت اسكيب كافيه؟ رحت وارجيلته بتشحي يعني بطلت اعرف اركز بين اكله وارجيلته صراحه. الارجيله فظيعه. الاكل طلبنا من عندهم ساندويتش تشيكن ساندويتش كانت خياليه وما شاء الله عليهم. سكيت كافيه لازم يجربوه لازم يجربوه. وبرضه بنشكر شماسي كافيه على الفاوتشرز اللي قدم لنا اياهم. بتشرفونا على شماسي كافيه واهلا وسهلا فيكم. اكيد لهيك حاب احكي اكثر انا على سكيب كافيه اللي هو متواجد بالصوفيه مقابل سكيب ذا روم. اه سكيب ذا روم لعبت فيه؟ لا صراحه ما لعبت. انا جربته صراحه، فتت مره اول لعبه لعبتها الشباب اخذوني وحكوا لي خلينا نروح نجرب لعبه كان عندهم اسمها سو. يعني ما راح احكي لكم. جربتيها يارا؟ لا بصراحه ابدا. بنجربها بس لازم نجربها ان شاء الله. شيء كثير حلو. نروح احنا وبنحط ابو النمري بغرفه وبنحبسه. هيك عارف اللعبه؟ طيب وما بنخليه. سمعت عنها اكيد. اكيد سمعت عنها بس ما لعبتها. اكيد. اذا بنشكر سكيب كافيه يلي قدموا لنا فاوتشرز وانضموا لنا في باقي حلقات السابقه، فبوجه لهم تحيه كثير كبيره. بنحكي لكم يسلموا كثير كثير كثير. وانا عندي سؤال. تفضل. احنا كنا بالاستوديو 1 2 3 وعندنا مصور مصورين اسود موجه لك تحيه كثير كبيره. لازم نشكر الشباب طبعا. احنا شكرنا لكم. احنا لازم نشكر فريق العمل اللي فعلا تعب معنا كانوا ما خلف الكواليس فلازم نشكرهم. انا احب اشكر الاسود وسلام تحياتنا لك يا سلام. انا هبدا اجي على كاميرتك. تحياتنا لك. وسؤالي الجيسي قبل ما يهرب انا بس في موجه ضحك الفجر ضحك ليش شو كان السبب؟ كاميرا الجيسي الكاميرا موجوده بس الجيسي اللي ورا الكاميرا روح بنعرف شو وين صار يضحك وروح. كمان بدي انا اشكر لانا السيد مديرة البرامج طبعا. المخرج فظيع نمري. نمري تحياتنا لك يا نمر. واكيد ايسر من الاعداد ايسر جريس البلوزه حبيت اليوم. تحياتنا لكم جميعا شباب. احمد الكراكي وكريستال كمان. كريستال طبعا كريستال منور منور الشاشه منور القناه ونور الدين. واكيد رجاء بدنا نوجه تحيه كثير كبيره للسيد محمد القيسي والسيد احمد اسعد طبعا. واكيد تحيه كثير كبيره اداره عظيمه. اكيد تحيه كثير كبيره كمان للكابتن محمد الخشمان بوجه له تحيه كثير كبيره. للكابتن محمد الخشمان وللكابتن ان شاء الله بنتمنى يا رب انه ما نسينا حدا نهائيا. كمان عبد على عبد على الدي جي ومراد والله عددنا كبير ما شاء الله. على المونتاج كمان مين؟ ابعت لي اياهم كلهم. المهم بالمحصلة يعني كل اي حدا بيشتغل ب A1 TV شكرا لهم يعطيهم الف عافيه لما اعطونا فرصه انه احنا هيك مع بعض. بالضبط. نسيت حدا؟ مين نسيت؟ نسيت عماد. عماد نوجه تحيه لعماد. نوجه تحيه كثير لعماد. طيب كيف كانت بدي اسالكم هلا تحيات وبدي اعرف انتم شعوركم كيف كان بالبرنامج؟ يعني قعدتوا 30 يوم تطلعوا على الهواء، كل واحد صار فينا مواقف، كل واحد صار فينا شغلات، اللي ما ضوت معه اللمبه، اللي انكسرت معه اللمبه، اللي طارت اللمبه، شو صار معكم؟ قولوا لي. هلا انا من اكثر المواقف هيك حسيتها انه هيك علقت في ذهني في وحده من الحلقات احد المتصلين خلاني انط، يعني فعلا هيك انه صرت انط يعني عم بسال السؤال وعم بعطيه الاجابه لا عم بعطيه الاجابه، يعني مثلا بقول لك اسمك رجا ولا رجا ولا رجا، ما فيش خيار ثالث يعني هو خيار واحد، فبروح لي باجابه ما لهاش دخل. خلصت السؤال الاول، الثاني والثالث وبقول لي اعطيني خيارات، اقول له طب يعني ما اعطيه خيار واحد، بقول له اعطيني خيارات، يجاوب سؤال، فعلا هون خلاني يعني انط اطلع من مكاني. انه مشان الله جاوب. في كمان موقف يوم
كنت انا وياكي بالحلقه طيرت اللمبه واللمبه وحت انا طيرت اللمبه يعني مش عارف هيك مسكتها سبحان الله في موقف انا متاكد صار مع رجا بس انا متاكد هو ما انتبه عليه ولا انتم ايش هو في واحدة من الحلقات كنت انا عم بتابعك في البيت وقت الفطور وانت كنت مش منتبه انه انت على الكاميرا ماخذ شوت عليك وكنت عم تمزح مع محمد القيسي وعم تضحك وبتعمل له هيك واشياء وحركات وانت طالع على اللايف وانت مش منتبه لا هي ما انتبهت كنت مفكر انه الكاميرا قاطعه على يارا بس انت كنت لا شوف انا مشان اقول لك شغله شو صار معي بحلقه معينه في سماعه موجوده على الارض بالاستوديو مشان احنا نسمع منها المتصلين فهلا انا دي جي بيروح انتباهي مع الموسيقى مع الصوت يعني اي صوت بسمعه هون ولا هون بركز معاه فاول حلقه طالع فيها في صوت عم بيطلع من السماعه فانا ما عم بطلت انتبه على الكاميرا صرت اروح على السماعه هيك السماعه فالقيسي يصور فيي يحكي لي مثلا بالله يا مخرجنا بس اعطيني كاميرا القيسي بس بعد اذنك مشان يعني افسر لكم كيف بيصير معي انه بكون بركز انا مع القيسي ومره واحده بشت انتباهي على السماعه السماعه بتطلع هيك على تحت انه من وين عم بيطلع هذا الصوت طبعا وانا وهو بتطلع هيك وانا بتطلع بحاول اعمل له اشاره انه اطلع الكاميرا هون طلع الكاميرا هون. انا مركز مع السماعه وصار معي شغله صراحه اصبح رجع بتعرف شو الحل نصير نحط لك سماعه على كل كاميرا بالضبط او يصير يجينا على داني كثير اسهل لي صار معي شغله يوم ما طلع معنا الساحر هاي قصه اسمع انت ما كنتش بالحلقه بس صراحة أنا روحت من الاستوديو والله يا إخوان والله إنه برج وضغطي اسمع من كتر ما أنا خايف لا هو أبهرني من كتر ما أنا خايف اسمع بطلت أركز معاه يعني هو عم بيسألني على الهواء بقول لي مثلا هذا الدبوس وين بطلت أعرف صرت هو مغزوز بإيده اليمين صرت أقول له بطنه أنا صرت مش شايف من قد ما أنا خفت يعني حاطت إيدي على الكرت غيره وانا ماسكه يعني عم بطلع فيش حدا سحبه فيش مسارش ولا اي شيء طلعت من الحلقه خايف يعني ما تتخيل قد مرفوع ضغطي انت طلعت خايف انا طلعت فليت طب شو رايك اخوفك انا بتعرف انه انا عندي قوه خارقه احكي يعني لا ما تحكيش عندي قوه خارقه لا طيب بدي اعطيني ورقه اعدادك ورقه صغيره هيك دقيقه وين بس بلاش تخاف هاي تبع يارا عادي مش راح اقرا تبع يارا بدنا ناخذ هيك احنا ورقه صغيره بس يا ريت الشباب هيك 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 هلا هي ورقة رجع تمام بدي احرقها نغلى الاستوديو اليوم هيك 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 واحكي شباب الطفايل احكي رجا يا رجا 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 تمام وبدنا هيك نعملها هيك 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 وسخنوا يا رجا يا اخوان يا شباب والله بالجاليري تعطوني كمشة اوراق لو سمحت معي يا شباب بدنا نعيد كمشة اوراق يعني هاي هديتك لا رجع هاي هدية والله ما بترجع والله ما اكيد طبعا هاي هديتك هاي 10 ايش بدها فيها؟ روح اصرفها وارجع 5 ب5 مش هاي رجا رجا طب لا ممكن يحكي يارا يطلع 5 يارا يا يارا يا يارا يا يارا هيني خلص اذهلتك انت اذهلتني جد والله يا اخوان كمشة اوراق من الجاليري لو سمحتوا طب شو رايك لا وين 10 كانت؟ دقيقة اخذنا من الازرق هي لو اخضر لابس كان طلعت 50 لا احمر 50 احمر 50 او ازرق او اخضر غير الجاكيت يا اخوان اطلع غير طيب شو رايك نطلع بتقرير يلا عن برنامجنا تقرير برنامجنا والاشياء اللي صارت معنا طول الشهر ونشوف حالنا فرصة يلا جاهز التقرير شباب يلا نطلع بهالتقرير ونرجع كاش موجود وجوائزنا كتير كتير كبير ألف مبروك $100 يا عبد الله يا سلام يا سلام يا هبة وألف مبروك يا رهب 5 حلو ضوة هيك مشاشع إن شاء الله يلا يا عريج إن شاء الله يا رب حظك يكون معنا تمام اليوم طنبول ألف مبروك يا هبة ما الدولة التي عاصمتها عمان الخيار الثاني البوكس ولا الضوء ما بدي حسبه الأردن كله والعالم كله بيارا الباص السريع شو اخباره 25 سنه تاخر الباص السريع مبدئيا هذا الفرق حبك سوالف ليل وش فاك طعم الهيل اردنيه اردنيه مثل العاده غير زياده يلا ناخذ هلا صار وقت ناخذ السيلفي ورجعنا لكم من جديد أعزائنا المشاهدين ورجا يعني أنا مبسوط ما
مبسوط ايش؟ هيك شفت الاشياء وشفنا حالنا وشفنا كثير كثير حلو يعني فجأة طلعنا على الهواء فجأة طلعنا على الهواء نسوي قولوا لنا ايش اسمع شعور غريب وانت على الهواء صراحة يعني صعب ينوصف. طب هلا انت كنت معي ضيف اوكي حكيت معك على اساس قلت لك رجا انه بكره انت معي ضيف اوكي اجيت معي ضيف وكانت حلقة بتجنن رائعة كانت وبس قلنا لك رجا انه تصير مذيع معنا اوكي اول ما سمعت هذا انه يعني زي ما حكينا كل عرض انعرض عليك شوف كيف كان ردت فعلك؟ هلا انصعقت وحبيت يعني انه نيو اكسبيرينس لإلي انا ما بحياتي طلعت على التلفزيون كل حياتي كانت ورا الراديو وبحفلات فاطلع على التلفزيون هي كانت عندي مشكله وحيده انه برضه الاير بيس الاسمع منها فشوي شوي اول حلقه حلقتين هيك كان شوي كم من عكه بعدين مشيناها وزبطت الامور شعور حلو لما تطلع هيك تستضيف ناس تقعد تمزح انت يعني ناس كمان كنا عفويين مع الناس صح. مثلا حلقه امجد حجازين طلعت له اسئله انا بعرف امجد حجازين من زمان مره طخ حاله فانا بساله هو على الهواء بقول له انت كيف طخيت حالك هو رجع بقول لي انت كيف عرفت يعني بس امي وابوي بيعرفوا اني طخيت حالي انه هو بالغلط ف حلو شعور التلفزيون شعور التقديم واحد يطلع يحكي مع المشاهدين كثير شيء حلو صراحه عن جد حلوه وبنفس الوقت صعبه وبتشوفي وبتشوفي بعدين الفيدباك تبع الناس وانت طالعه بالسياره طب ربحني ال100 دولار طب خلي اللمبه تضوي وخصوصا انت حبيت بعدين عندي شيف لازم اقول كمان عندي شيف اسمه ابو محمود بعرفش يا رب هلا بكون تبعنا بيحكي معي بقول لي معلم ما بدك تربحني فانه انا بطلع انه شيء كثير حلو طيب رجا انت يوم الحلقه اللي استضفناك فيها شو جبت هديه انا جبت هديتك انا هي هديتي انا جبت مجموعه سي دي مجموعه كاسيتات صراحه هدول الكاسيتات كانوا بدايه الدي جي تبعتي يعني شوف ما اقدمهم انت لما بلشت كنت ايام الكاسيت لما بلشت كنت ايام الكاسيت شوف ما اقدمني نوال الزغبي فضل حلو. شاكر هاي طعم الحب هاي كان اول هذا الكاسيت كان لما نزل يا غايب ليه ما تسال اوكي وائل كفوري شو رايك مين اللي صار قد ايه عمرك ما شاء الله العمر كله انا عمري 29 سنه 29 انا اكبر منك انا عمري 29 سنه ما شاء الله انا بلشت انت كم عمرك محمد انا 32 32 انا عادي بحكي قبل ما تسالوا 25 طيب رجاء اول شيء بدنا نرجع هدول هيك مكانهم طبعا كثير جميلين بقدر اروح معي لا طبعا طب بدنا حاب نستعرض هيك نستعرض الجفت اللي اجت معنا من الضيوف طبعا هاي الهديه كانت هي طبعا بتدل على الوحده ما بين الاردن وفلسطين وكانت الهديه هاي من الفنان الاردني نجم السلمان مثل ما انتم شايفين صح نجم السلمان كان من احد ضيوفنا باولى حلقات برنامجنا وهذا السلسال العجيب له قصه كثير كبيره للكوافير انس دياب صديق قريبنا انوس وهنا توقيعه كمان كان شفره ومشرطه ما لعبت انت بيمثل الحلاقين صوره جلاله الملك من الاعلاميه المتالقه دائما كاتب وجه لها تحيه طبعا احنا بنوجه تحيه للكل أكيد. كان للضيوف أكيد. كانت هديتها البابيون انه هاي نبلش احنا بالتسلسل أوكي. هاي كانت هديه الفنان الاردني مصعب الخطيب وهي كريستال بتحمل اسم الجلاله اوكي يس. هون حكينا عنها رجا المذيع المتالق رجا هاي البابيوني انا كانت اول هديه عندنا بالبرنامج يس من هاي البابيوني بعدين بتلبق هيك جاي جد تيجي هيك بس وين بدك تحطها ما بتزبطش هاي البابيوني كانت من المصور العالمي اكرم العيسوي شاروخان العرب بنوجه له كمان تحيه كثير كبيره جيتارز والجيتار كان من اياد النقيب متعهد الحفلات اياد النقيب هذا التيشيرت كان من مين يا رجاء احكي لي انت مين هو محمد النابلسي هذا محمد النابلسي لا محمد النابلسي محمد النابلسي صح من محمد النابلسي اي ثينك انا حضرت الحلقه قال انه هذا اول تيشيرت لبسه لما طلع على بالضبط وقلنا له نحفان جايب لنا اكس لارج بالضبط وهاي اللي هي بوابه باب اليمن وهاي كانت من ضيفنا انس طبعاً. انس كان من احد المذيعين القدامى بالقناه وكان طفل كان يقدم برنامج قبل تقريبا 7 أو 8 سنوات واستضفناهم بالحلقة لما شاف التقرير كان هو قديش أنا صغير وهلأ إجانا ما شاء الله شاب طالب جامعة بدرس قانون بنوجه له تحية كتير كبيرة وعندنا هون الفنان الأردني سعد أبو تاية جايب لنا تيبل لامب كتير حلو وفي عندنا كمان هون
قصي الظاهر وحسين السلمان كانوا بحلقه مشتركه معنا. الفنان الاردني حسين السلمان وقصي الظاهر. بحب احكي لحسين السلمان وجاب لنا الربطه. حسين السلمان هاي تقليد عرفت؟ هاي مش كوبي؟ هاي كوبي. هاي حتطلع عليها سكور طبعا. هي تقليد. شكرا للفنان حسين السلمان وبعدين بنتفاهم عليها انا وياك يا حسين. واكيد بنوجه تحيه للفنان يوسف الاردني كيوان. يوسف كيوان وللدكتوره رولا جرادات كانت معنا بحلقه اول امبارح. في عنا توفيق الدلو. توفيق الدلو حبيبنا توفيق بيجي لانه توفيق على الموتور بايك فجاب لنا موتور بايك. هاي الطبله وجه الطبله من اربع الحلقات كانت من الفنان الايقاعي فادي طوال. فادي طوال وجه له تحيه كثير كبيره. بنوجه له تحيه. وطبعا هون هدول بدي اورجيكم هدول انا هلا الميجيشن هدول احمد ابو جعفر. احمد ابو جعفر كتب اسم يارا وطلع برضو شكل يارا. هاي يارا هيك الله يسامحك يارا وهي صغيره. بنشكره كثير صراحه. حلقه كانت بتخوف. هون عندنا السيكا. السيكا يا حب تحب السيكا؟ طبعا من احد نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي. احنا غلبناه جبناه من تركيا لعمان واستضفناه بحلقه. هذا كانت حلقه السيكا. وين هديته؟ بتعرف وين هديته؟ لا هديته انا اخذتها. ليه؟ قدم لي عدسه. هو احط عدسه موبايل اوكي للتصوير وانا على الهواء قلت له هاي بعد ما تخلص البرنامج انا راح اخذها. فهديتك السيكا انا اخذتها. وهون من اجمل وارقى الهدايا اللي وصلتني كتاب القران الكريم اللي هي طبعا قدم لنا اياها الفنان الاردني الشعبي حمدي المناصير. بنحكي له كل عام وانت بخير يا حمدي ونشكرك على هاللفته الجميله. وهاد عارف هذا شو؟ شماغ. انتبه شماغ الجيش العربي. هاي هديه مقدمه من الجيش العربي للفنان الاردني ماجد زريقات وقدم لنا اياها مثل ما انت شايف اللي هي العلم الاردن والشماغ الاردني. نوجه تحيه للفنان الاردني ماجد زريقات وكان ضيفنا ب 25/5/2018. انا على فكره بحب اترخ التوقيع. طبعا. ايش قصه السن هاي؟ اعطيني احكي لك عنها. وتعال هون. هاي كانت تذكريها يارا. هاي كانت من ضيف عزيز على قلبي وصديقي الدكتور التجميل طبعا الاسنان الدكتور محمد حماد. دكتور محمد هو من اشطر دكاتره تجميل واطباء الاسنان بالوطن العربي. طبعا اكيد لا غنى. فظيع. والدكتور محمد حماد يعني هاي هاند ميد صناعه يدويه وكي كانت مهداه له وقدم لنا اياها. كانت يعني صراحه لفته كثير جميله منه. بنوجه له تحيه كثير كبيره ونحكي له كل عام وانت بخير. فيري نايس دكتور. ثانك يو دكتور. وكمان بدي نسينا شيء. هلا عارف كمان هلا عارف. هاي من مين هاي؟ هاي هذا من الساحر. لا من الشاعر. سوري الشاعر المحامي. الشاعر بلال داغر. من الشاعر المحامي قدم لنا قلمين. قلم للمحاماه وقلم للشعر. والعلاقه هاي بتيجي مع البيعه. وهذا البرواز اللي بيحمل لفظ الجلاله كان مقدم من قدم لنا اياه الفنان يوسف كيوان. فبنحكي له تحيه كثير كبيره. كل عام وانت بخير يوسف. وكمان بدي اشكر امجد حجازين. امجد حجازين وهلا عارف كمان قدمت لنا برضه شماغ. هي رجع عندك. امجد شو جاب معه؟ امجد جاب معه السفينه. امجد جاب معه السفينه. السفينه هيها. امجد حجازين جاب معه السفينه مشان هو بحب البحر وبقول لك البحر شو كبير كتر البحر بحبك وجاب لنا السفينه. طيب. وهلا عارف كثير بتحب الاردن وفلسطين فجمعت لها شماغ. جابت الشماغ الاردن وفلسطين. اي من هلا عارف كمان بوجه لها تحيه بحكي لها كل عام وانتم بخير تروح وترجع بالسلامه لانها هي مسافره. طيب يا رجا في شيء بجمعنا الثلاث. احنا في رابط بيننا الثلاث انه احنا مذيعين ومقدمين البرنامج 100%. نعم. تمام. نعم. وانت اسمك موجود وجبت هديه. انت وين اسميكم؟ طيب فانا بدي اعمل هيك. يلا يا رب بدي اياك تحطي توقيعك ومسامحك بالهديه. انا مش مسامح. انا اخذت هديتي 10 ليرات. اعطيته انا 10 دنانير. اهديته هلا انت رجع اخذها. ما حدا انا رجعتها. وين بدي اوقع؟ خلص الموقع هون ما بعد خلصت تحت رجع عند رجع. طبعا بنشكر ديكورات ايوب استيتيه على هالديكور العظيم اللي مقدمين لنا اياه. شكرا ديكورات ايوب ستيتيه. انا وين اوقع؟ بدي اشي على العالي. لا تحتي مع بعض هون مش رح تزبط معي. هون رح تزبط. وين توقيعك بده ايش؟ كثير كبير رح اوقعه هون انا. هون يعني المذيع هون سبيشال يعني نعمل هيك. هاد نفس توقيع البنك ولا كيف؟ اخوان هذا نفس توقيع دفتر الشيكات. فاذا اي حدا احفظوه للتوقيع. شو رايك نخلي سلام يوقع كمان مدير التصوير؟ تفضل سلام. يلا سلام. يلا ملك الكريم. سلام. تفضل يلا سلام.
يلا سلام 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 اترك الكرين و تفضل. سلام امبارح بساله سؤال بقول له كم مره في اغنيه يا سلام يا سلام ايهاب توفيق انذكرت كلمه يا سلام؟ بتعرف رجب انك دي جي؟ لا 84 مره 84 مره 84 مره عددهم انت فايز كليب. يلا سلام تفضل. سلام توفيق سلام طويل وبرج فوق انت فبوجه لك تحيه كثير كبيره سلام بحكي لك يعطيك الف العافيه يعطيك انت وكل كادر فريق التصوير فريق البرنامج فعن جد يعني اجواء كثير حلوه وحلقه مميزه خفيفه لطيفه سريعه شو ضل معنا التقارير في شغله هيك اول مره بتصير معي بتعرف شو هي إيش؟ اني اول مره من اول برنامج لاخره لليوم بوقف هون تخيل هلا لا مشان هيك انا وقفت هون مشان توقف هون حاسس بشعور مغير شعور التغيير وانا قاعد يا الله ما احلى شعور انت هيك مرتاحه طبعا انتوا واقفين قد ايه ضايل معنا بوقت البرنامج احكوا لي ضايل عشان ايش اقول خمس دقائق طيب في عندنا تقارير ضايل احنا طبعا لا عندنا تقارير لازم بس قبل ما نطلع تقرير رجب بدي احكي لكل مشاهدينا اوكي انه بكره يا الخميس اخر يوم لتسليم الجوائز اللي ما لحق يجي على قناه A1 TV الخميس يجوا على القناة يستلموا جوائزهم وبرضو كمان يتابعون والخميس بكرة والخميس القادم كمان ويقدروا كمان يتابعونا على صفحتنا شباب A1 TV على صفحتنا فيسبوك لأنه في جائزة أوكي بمناسبة أنه انضمت طيارة بوينغ 777 للأردنية للطيران رح نقدم لهم جائزة بس ما إلهم إلا يدخلوا يعملوا لايك اوكي على صفحتنا على الفيسبوك A1 TV ويضلوا تابعوا معنا اوكي ويعملوها شير لايك وشير حتى نشوف مين رح يفوز معنا بصير انا اشترك في المسابقة انت قلت انه حسب معلوماتي جائزة قيمة لانه حسب معلوماتي جائزة كثير كبيرة جائزة كبيرة للي بفوت على صفحة A1 TV على الفيسبوك وبعمل لايك وشير بمناسبة قدوم طيارة 777 للأردنية للطيران في جائزة كتير 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 كبيرة وانتو قاعدين افتحوا تليفوناتكم فوتوا على الفيسبوك تبعكم A1 TV واعملوا لايك اعملوا شير لصفحة الفيسبوك والله يا اخوان جائزة كتير 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 كبيرة رجا هلأ حابب اطلع بتقرير سريع معايدات من الشارع الاردني احنا فريق الاعداد طبعا وجههم تحية كتير كبيرة اعدوا لنا اياه وجهزوا لنا اياه اوكي ولما نرجع من التقرير رح اختم بشغلة هيك ونبدأ كتير حلوة عن مسيرتنا واكمال الدوره البرامجيه الجديده على شاشه A1 TV ان شاء الله ما بعد العيد يلا نشوف التقرير التالي نرجع لكم كل عام والشعب العربي بخير والوطن العربي والاردن بتحديد وفلسطين والعراق يعني ان شاء الله السنه الجايه بكون محررين ان شاء الله ربنا يهون عليهم وعلى الشعب كله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ايوه كل سنه طيبين الشعب الاردني كويس بخير ان شاء الله ويدع لكم الايام بخير وان شاء الله يا ربي يحرسكم ويحفظكم ويحفظ ملككم ان شاء الله يا ربي لان مخلي البلد جميله بجد وجنه يعني عجبتني كل عام والشعب الاردني بالف خير وينعاد عليكم بالصحه والسلامه رمضان كريم كل عام انتم بخير والاهل والاصدقاء وكل الناس ان شاء الله ينعاد عليهم رمضان الجاي وهم يعني طيبين وكويسين والله كل عام وانتم بالف خير بقول للشعب العربي كله كل عام وهم بالف خير وسعاده وهدات بال وينعاد عليهم السنه الجاي ان شاء الله يكونوا هنيين سعيدين وكل امنيات كل واحد تكون متحققه له والله انا بدايه بعيد على جلالة الملك المعظم أبو الحسين بداية وعيد على الشعب الأردني الكافة في جميع أنحاء المملكة وعيد على الشعب العربي الإسلامي في جميع الدول العربية وعيد على كمان على جميع الشعوب المسالمة والله بحب أعيد أول إشي على عائلتي وعلى أهلي طبعا وعلى جميع الأمة العربية وإن شاء الله يا رب تكون الأمة العربية كلها بسلام وبخير وتنتهي المشاكل في فلسطين خاصة وفي جميع البلدان وإن شاء الله يا رب تقرير حلو ولأنه هيك عيد وفرحة بدنا نشكر زملائنا اللي نزلوا صوروا طبعا احنا بدنا نعايد كل الشعب الأردني وكل الشعب كل العالم طبعا بدنا نعايد عليهم إن شاء الله كل أيامهم فرح وعيد كل أيامكم كمان
وايامك يا رب. انا حابب هيك معايده خاصه من بعد اذنكم عايد على جلاله سيدنا باسمي وباسم اداره القناه وكل فريق عمل برنامج على الفطور وباسمكم طبعا. بحب عايد على جلاله سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وعلى العائله الهاشميه وعلى الشعب الاردني والامه الاسلاميه والعربيه بمناسبه عيد الفطر السعيد. وبحب كمان عايد على والدتي الله يربي يخلي لي اياها وعلى كل متابعينا ومشاهدين البرنامج وكل شخص كان معنا في مسيرتنا وخلال شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير رجاء. كل عام وانتم بخير يارا. وانتم بخير جميعا. كمان بدنا نعايد على الاجهزه الامنيه كمان. أكيد. حماة الوطن، حرس الحدود، قوات الدرك، قوات الامن العام، الدفاع المدني، يعطيهم الف عافيه. العين الساهره على الاردن. أكيد. بوقت العيد اللي احنا بنحتفل بالعيد. أكيد. والشباب على الحدود، الشباب مداومه بكل اماكن الدوام تبعتها، يعطيهم الف عافيه وكل عام لكل النشامه بالف خير. بدنا نروح للأردني للطيران، نرجع نذكر الأردني للطيران. مبروك الأردني للطيران، طيارة بوينغ 777 من أكبر الطيارات بالعالم ومن أهم الطيارات بالعالم. وكل عام وأنت بخير لكل شخص بيشتغل بالأردني للطيران. برضو ما رح يهدوا بالعيد، رح يضلهم رحلات سفر مشان الناس تروح ترفع عن حالها. بكفي أنه أنت رح تسافر معهم. كفي أنه رح تسافر على بوينغ 777؟ أظن رح أسافر على 737، لأنهم يعني عندهم أكثر من طيار. عندهم بوينغ 777، عندهم إيرباص، عندهم 777، بوينغ 737، إيرباص 320، وهلأ منزلين إيرباص 330. في تقرير كتير حلو عن الأردنيين للطيران، راح نشوفه مع بعض وبعد التقرير بنرجع لكم. أهلا وسهلا فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول لنا المفكر: كي تعرف أسباب نجاح شركة كبيرة يجب أن تدخل إلى أعماقها وتشاهد أدق تفاصيلها وتعيش دقائق العمل فيها. نحن الآن سنحلق على أكثر ارتفاعا في رحلة متخصصة لندخل أروقة الأردنية للطيران ونتعرف على أول شركة طيران أردنية خاصة. بدأت قصتنا بحلم صغير لم يغب يوماً عن مخيلة الكابتن محمد الخشمان ليتحقق على أرض الواقع في عام 1998 بطائرة مستأجرة، وليتوج الحلم في عام 2000 حصلنا على ترخيص مزاولة المهنة من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني AOC لنصبح بعدها أعضاء فاعلين في كل من منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو والاتحاد الدولي للنقل الجوي آياتا والاتحاد العربي للنقل الجوي آكو ومنظمة السلامة العالمية. توالت بعدها الاشتراكات والعضويات في العديد من المنظمات والمؤسسات في النقل الجوي لنصبح أول شركة طيران من القطاع الخاص في العالم العربي. القيادة الحكيمة التي تلهم وتحفز وتشجع الجميع كانت هي من أهم أسباب النجاح، وهي التي ساهمت بشكل فعال على تطبيق رسالتنا التي بدأنا واستمرينا بها. فنحن نسعى دائماً بأن نقدم خدمات الطيران ذات مستويات جودة عالية عبر توفير بيئة آمنة موثوقة وبتكلفة منخفضة. ولكي نكون الطيران الأكثر اختياراً من قبل العملاء، تم تكوين طاقم عمل يفوق 600 موظف ما بين الجوي والأرضي، يمتازون بكفاءتهم وولائهم للعمل وتميزهم واجتهادهم، حيث تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى المستويات وفق المعايير الدولية. العمل بروح الفريق الواحد والشفافية والتشاركية ما بين الإدارة والموظفين استحبتنا إلى التميز والتنوع في الخدمات المقدمة ذات الجودة العالية، وكان لها الأثر الأكبر في تحويل الأردنية للطيران إلى قيمة اقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
حتى أصبح أسطولنا الجوي مكوناً من 11 طائرة ودائرة ضخمة لصيانة طائراتنا وكذلك صيانة الطائرات الأجنبية. كما فتحنا باب التدريب والتأهيل أمام أعداد كبيرة من الطيارين والمضيفين والمضيفات والمهندسين وفني صيانة وإدامة الطائرات. ومن خلال خطة استراتيجية واضحة المعالم عززنا الثقة في جميع رحلاتنا المنتظمة والرحلات العارضة على مستوى العالم حتى أصبحنا شريكاً رئيسياً للأمم المتحدة في نقل قوات حفظ السلام حول العالم. أن تصل القمة ليس أمراً مستحيل، لكن أن تذلل الصعاب وتحول العقبات إلى تحديات أمر يحتاج إلى ثقة وحكمة. في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. مبروك مبروك للأردني للطيران، وإن شاء الله أسطولها من أكبر لأكبر. نبارك للكابتن محمد الخشمان، نبارك للكابتن زهير الخشمان، نبارك للكابتن حمزة الخشمان، ويعطيكم العافية على المجهود الرهيب اللي بتبذلوه مشان الأردني للطيران تحلق بسماء كل العالم. ألف مبروك. أكيد طبعا، تحية لهم جميعا، تحية لكل كوادر الأردني للطيران فردا فردا لحتى ما نكون نسينا حدا. بوجههم تحية كتير كبيرة. وأكيد هيك حابب إحنا بختام حلقتنا رجا نحكي عن الدورة البرامجية الجديدة اللي راح تكون بالحلة اللي راح تكتسيها شاشة الـ A1 TV ما بعد العيد. راح يكون عندنا مجموعة برامج ثقافية، ترفيهية، شبابية، صباحية، دينية. راح يكون عندنا أشياء كتير ممتعة وشيء أشياء كتير جميلة في الدورة الجديدة، وشي مش راح يكون ولا أي تلفزيون. أكيد نوعدكم، يعني في عندنا استضافات، في عندنا مسابقات، في عندنا برامج كتير حلوة، محتوى برامجي راح يكون جديد عن اختلاف عن كل القنوات اللي عم بتتابعوها. على قناة A1 TV محمد راح يطلع ببرنامج، جار راح يطلع ببرنامج، انا يمكن انكحش ما بعرف. لا لا اكيد يعني موجود يعني معنا. احنا ان شاء الله هيك ما بتعرف بلكي في برنامج احنا الثلاثه مع بعض. لا عاملين شيء كثير حلو ما بتعرف. وفي كمان برامج للاطفال كمان، احنا بنحب الاطفال عشان هيك طبعاً. يعني في لهم برنامج هيك حلو. اطلب يرجعوا لنا تمان جري. لا انا بدي ماشا، بتعرف ماشا ودا؟ ماشا ما لحقتها ماشي انا. لا ولا مش جديده اصلا، جديده جديده ماشي. احنا جيل الثمانينات ما انا ماشي ماشي. انا بدي احكي من بارني المخرج وبراء ولانا السيد يعملوا لي هيك شيء لماشا والدب. انا بحب ماشا ماشا والدب. كرتون ماشا والدب فبليز تعملوا يارا والدب مش عارف يعني مش مشكلة. المهم المهم في برامج كتير حلوة. تابعونا على قناة A1 TV بعد العيد وراح تنبسطوا بالمحتوى الجديد اللي راح يعني راح تصير الموجود على قناة A1 TV أكيد رجا. لهيك احنا حابين نحكي كل عام وانت بخير. كل عام رجا بخير. يارا باسمي باسم الكل حابب هيك عايد على كل الموجودين إن شاء الله يا رب تكون إجازة عيد سعيدة تقضوها أنتوا أحبابكم وعائلاتكم، وإن شاء الله يكون هيك يعني شيء كتير حلو ومرتب لإلكم. وأكيد يعني أجواء كتير مرتبة. وقفي يا يارا أنا تعالي وقفي يا رب أنا بدي أشيل الكرسي مشان لازم نعيد عليهم على الوان يعني شغلة إلا توقفوني. تعالوا تعالوا لازم شغلة ناخذ سيلفي إحنا كلنا سوا. يلا شباب بس عشان السيلفي داخل يلا يلا سلام كمان طلع معنا اليوم كمان سلام. يلا شباب جاهزين. الله كل عام وانتم بألف خير. بألف ألف 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 خير وقبل. إن شاء الله أعياد سعيدة على الكل أكيد. وقبل ما نختم رجا حابب أحكي لكل مشاهدينا أكيد بنحب نذكر إنه نتمنى يا ربي التوفيق والسداد لكل المنتخبات العربية اللي مشاركة بكأس العالم المنتخب السعودي بلقائه مع المنتخب الروسي، وتمنيات لكافة المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم موسكو بالفوز إن شاء الله. وأكيد كل هذا بجهودكم ودعمكم. منتخب مصر ومنتخب المغرب أكيد أكيد, أكيد طبعاً, طبعاً. إذن وصلنا لنهاية حلقتنا. يعني بصراحة أنا هيك مش حابب أختم لكن وصلنا لنهاية حلقتنا. طب بصير مدد نحكي للمخرج أبو النمري مدد لك شوية بدي أكل قطايف بيستعجل يروح. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا الأخيرة من برنامج على الفطور. كنت معكم أنا
محمد سعد وزميلي رجل يا رجل وزميلتنا يارا واكيد فريق الاعداد تحيه كثير كبيره وان شاء الله بتلاقونا ان شاء الله بتلاقونا بعد العيد في مجموعه برامج جديده على شاشه الاي 1 تي في وبتجدد فينا اللقاء مره ثانيه. كل عام وانتم بالف خير وتصبحوا على الف خير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. باي باي.